تكرارا لتجربة العام الماضي في الحج التي لم تشهد تفشيا لفيروس كورونا خلال المناسك التي تستمر 5 أيام، تنظم السعودية موسم الحج هذا العام الذي سيقتصر على المقيمين ممن تلقوا بشكل كامل اللقاح ضد الفيروس، فيما استثني الوافدون من ذلك. يشارك هذا الموسم 60,000 من المواطنين والمقيمين، تم اختيارهم من بين 558,000 متقدم وفق نظام تدقيق إلكتروني، وهو عدد أكبر من حج 2020، لكنه أقل بكثير من مواسم الحج الاعتيادية. نظرة سريعة على المشاركين في مناسك 2019، فقد وصل عددهم إلى 2.5 مليون من أرجاء العالم. وزارة الحج أكدت أنها تتبع أعلى مستويات الاحتياطات الصحية في ضوء جائحة كورونا ومتحوراتها الجديدة، حيث حددت أعمار الحجاج بين 18 و65 عاما مع استثناء أصحاب الأمراض المزمنة، إلى جانب تطبيق إجراءات تباعد اجتماعي صارمة واستحداث بطاقة الحج الذكية للسماح بوصول الحجاج دون تلامس بشري إلى المخيمات والفنادق ولنقلهم في المناطق المقدسة، فيما ستساعد البطاقة أيضا في تتبع أي حاج فقد الاتصال به. كما باشرت السلطات السعودية باستخدام روبوتات باللونين الأسود والأبيض لتوزيع قوارير المياه زمزم لضمان التباعد الاجتماعي.